السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد لابارتومون كيبعد من سونتر فيل بواحد 15 دقيقة 10 دقائق ماكسيموم. بالنسبة لابارتومون لا سوبرفيسي ديالو 126 متر، كيتواجد في الطبق الثالث، ولا ريزيدونس فيها لاسونسور ولا بيسين في لو جاردان كيما غنشوفوا ملي غادي نشوفوا لابارتومون من الداخل. غادي نبدا من لاسونسور. لاسونسور ديال العماره هو هذا. عندنا تقريبا واحد 4 5 ديال الناس في كل طبقه. غادي ندخلوا نشوفوا لابارتومون على بركه الله. على بركه الله لابارتومون كي كندخلوا عندنا صالون مغربي اون فاس ديالنا. الشارجم كيعطي الجهه ديال لو سود، مضوي مزيان. وعندنا هذا لو صالون اوروبيان بلا تيليفزيون على اليسار ديالنا مباشره. غادي ندخل على اليسار، على اليمين ديالي ربي، كاين واحد الهول ممكن اميناجيو نزيدو فيه التلفزيون. وعندنا 3 ديال البيوت، 3 الغرف. وعندنا على اليمين ديالي هنايا عندي مطبخ، وعندي سال دو بان دانفيتي، تواليت دانفيتي. ابخي عندنا اون اوتر دوش، وكاين عندنا واحد لا شومبر بارونتال او فون هي اللي كتبان لينا من هنايا. غادي نبداو نشوفو على بركه الله، نشوفو لو صالون. لو صالون تقريبا ما مستعملش، باقي لابارتومون الفراش ديالها كله جديد كما كتلاحظوا معايا، كلشي باقي جديد. ولابارتومون كيتباع هكا بالفراش، بالفراش ديالو كيتباع. دونك غادي نشوفو واحد الاطلاله من هنا على حساب الشميشة داخلة مزيان لابارتومون. الدخلة هي هادي، لو صالون اللي قلنا بلا تيليفزيون هو هدا. وعندنا صالون ماروكان، صالون ماروكان مزيان، لا فيه لا كاليتي ديال العود ديالو مزيانة كتبان ليكم هنايا. ممكن اميناجيو هاد الفراش بشي طريقة أخرى. غادي نمشيو نشوفو لا بروميير شومبر ولا الغرفة الأولى على اليسار ديالي مباشرة. على بركة الله غادي نشوفو الغرفة الأولى اللي على اليسار ديالي مباشرة. هاد الغرفة هادي فيها واحد البالكون وفيها واحد الشلية، جوج ديال الكريسيات ممكن تقهواو فيها، تاخدو فيها كويستاتاي، وعندنا واحد المنظر على جبال الأطلس مباشرة. كما كتلاحظو معايا الشميشة داخلة لابارتومون مزيان. وهاد البيت هذا راه فيه بلاكار ديالو كما كتلاحظوا معايا، راه فيه البلاكار، عندنا فيه لا كليماتيزاسيون، عندنا فيه لا كليم ديالو. وغادي نشوفوا الطبيله، هذه هي الطبيله على البالكون. وهنا عندنا جبال اطلس من هنا كلشي سلسله، عندنا واحد لا فيو ديغاجي واعره مزيان على جبال اطلس. وهنا لو سونترو فيل بيان سور، هنا سونترو فيل، هذه هي طريق اكادير. ومرجان هو هذا اللي هنايا، عندنا مرجان قريب. نمشيو نشوفو الغرفة الثانية على بركة الله. على اليسار ديالي، على اونفاس ديالي كاينة لا كويزين، نشوفوها من بعد ولا تواليت دانفيتي. هذه هي الغرفة الثانية، الغرفة الثانية دايرين فيها كليسة بلا تيليفزيون، تي سالون ماروكان. وكما تلاحظوا معايا راه فيها بلاكار وفيها لا كليماتيزاسيون ديالها، وبيان سور عندها تاني الواجهه على الجهه ديال لو سود، الجهه ديال الجنوب هي اللي كتبقى فيها الشمس النهار كامل. عندنا لا كليماتيزاسيون، عندنا لي بلاكار كبار، ولابارتومون كما قلت لكم كتباع بهذا الفراش
هذا الفراش هذا. بالنسبه للبلاكارات راهما هادو مغلفين، بعد ما شفنا الغرفه الثانيه غندوزو نشوفو الغرفه الثالثه. قبل ما ندوزو للغرفه الثالثه، على اليمين ديال على اليمين ديالي هنايا كاينه واحد لا سال دو بان ديال هاد جوج غرف اللي شفنا. هادي لا سال دو بان ديال هاد جوج غرف اللي شفنا. عندنا دوش ايطاليان او تواليت. شرف الله قدركم. غادي ندوزو نشوفو لا شومبر بارونتال. الغرفه الكبيره هي هادي، لا شومبر بارونتال هي هادي. كندخلو فيها لاني ديال لا تيليفزيون بالبريز، وبيان سور راه كليماتيزي، وعندها نفس لوريونطاسيون ديال لو سود الجنوب، نفس لوريونطاسيون اللي غادي للجنوب هي هادي، يعني بحال الاخرى. بالنسبه للغرفه فيها لا كليم ديالها، لابارتمون فيها 126 متر، 126 متر ديجا راه واحد الفوليوم زوين، يعني كاين لي سباس. عندنا الدريسينغ هو هذا لا شومبر بارونتال، دريسينغ ابار هو هذا، وعندنا لا دوش سال دو بان ديالها هي هادي. عندنا لا دوش ايطاليا كما كتلاحظوا معايا، غادي نمشيو نشوفو المطبخ على بركة الله. نشوفو المطبخ، المطبخ هو الدخلة ملي كندخلو الباب الرئيسي ديال لابارتومون على اليمين ديالي ديريكتومون. دونك المطبخ هو هذا، قلتيكم لابارتومون كيتباع موبلي، يعني ممكن نشريوه اليطا. عندنا الفران لاهوت، فران لتحت، لا فيسيل، وعندنا هاد لا بيوندغي ابار الشوفو ديال الماء لا مارك جانكرز. وهادي راه متسعة كبيرة، وعندنا واحد البلاكار هنايا فاش كنعاودو نزيدو الحاجيات ديالنا. لابارتومون كيما كتلاحظو معايا هوية مزيان، وعندها هنايا ديجاجي كاين واحد شويه ديال ليغاسيون، يعني البرد كيدخل من هنا بلا هاد لا بيوندري. و لا كويزين كيما كتلاحظوا معايا راه لا كويزين كبيره. غادي نمشيو نشوفو الباركينغ ونشوفو الجاردان في جهه لا بيسين. يلا على بركه الله. هنا كل ابارتومون عندها الباركينغ ديالها في التيتر بالنمره ديالو. دابا غنشوفو لا بيسين ديال لا ريزيدونس. لا ريزيدونس هي هادي فيها ار بلس 3، ولا بيسين هي هادي، وهذا هو لو جاردان كما كتلاحظوا معايا. هو لو جاردان فيها دو بيسين، كاين وحده ديال الكبار وحده ديال الصغار. هادي هي لا بيسين ديال لا ريزيدونس. بالنسبة للثمن اللي كطلب مولا لابارتمون 130 مليون بالفراش، كنتو انتيريسي ما تنساو تواصلوا معنا عبر الواتساب في التليفون اللي غادي يظهر في اخر الفيديو.
دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم في فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. Let's go happen again, cause I just wanna